على نغمات طقطق الجبلقة لمحمد العروسي. دائما نستقبل حضراتكم مستمعنا الأفاضل أينما كنتم في استماع إلينا في برنامج حديث ويكاند على أثير جريدة فاس بريس. إذن مستمعين الأفاضل أنتم دائما في تواصل متواصل ومباشر من خلال جريدة فاس بريس، ودعوني أحيي بحرارة مخرج اللقاء والمشرف على الهندسة الصوتية الأخ يوسف مبتسم. دائما تقبلوا مني تحياتي وراء الميكروفون محمد الفيلالي الزهري. إذن أذكركم فقط مستمعي الأفاضل أنتم دائما في التواصل مباشر، ولازلنا متواصل وإياكم إلى حدود غاية نهاية هذه الحلقة بإذن الله. والآن نلتقي بكم إلى العناوين. أجواء عاشوراء تمت في أحسن الظروف في مدينة فاس. البطل فيلم الإباحي بفاس يسلم نفسه للمصالح الأمنية. أهلا وسهلا بكم إلى التفاصيل. أجواء عاشوراء في فاس كباقي الدول الإسلامية، حيث المغاربة الذكرى عاشوراء التي تصادف عاشر من محرم من كل سنة بالاحتفالات المتنوعة تجرى وسط أجواء المدينة في أجواء روحانية وتقاليد اجتماعية وحركة تجارية غير عادية. بطل الفيلم الإباحي بفاس يسلم نفسه للمصالح الأمنية. كما علمت مصادرنا أن المسمى بهشام بطل الفيلم الإباحي الذي هز مدينة فاس سلم نفسه للمصالح الأمنية صباح أمس الأربعاء قادما من مدينة العيون التي يعمل فيها أستاذ اللغة الفرنسية. وأشارت مصادرنا الموثوقة أن الشرطة القضائية استمعت إليه في محاضر قانونية ليتم وضعه تحت الحراسة النظرية، مبرزا أنه من المنتظر أن يتقدم أمام وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل متابعة بالمنسوب إليه. إذن مستمعينا الأفاضل، هدفنا الوحيد هو إرضاء كل مستمعين وكل أذواق والأجناس وكل زوار جريدة فاس بريس. إذن ما فعلكم إلا ترسلنا عبر البريد الإلكتروني الذي يظهر في الشاشة الآن، أو زوروا صفحة الفيسبوك فاس بريس. شكرا لك مخرج لقاء والمشرف على الهندسة الصوتية الأخ يوسف مبتسم. شكرا لإدارة فاس بريس من السيد المسؤول محمد القاضي والسيد أحمد الزينبي. هذا مقدم موعد الحلقة محمد فيلالي الزهري، يقول لكم إلى اللقاء. إذن الزميل يوسف مبتسم يقترح لي مقطع غنائي لمحمد العروسي. نهاية الحلقة، إلى اللقاء. يوم الفلاح في بلادي فرحان سعيد، عجد تلوليا بالسعادة ويا معين. يوم الفلاح في بلادي فرحان سعيد، عجد تلوليا بالسعادة ويا معين. هذا السعد سعود جناب شرف الخير، الحمد لله من عطانا فضو كتير.
عندي تعقي ويخرجني لسناقي ويعرفني بشي باقي ياك ماشي مشكك مشي مغير ما يقول لك شي ما يضربك شي انتينا الري تحكم عليه نفخ يمه طب سببه ويسقي لك ويجفف لك مشي الخطرو تاكوت انا تمشي للسينما انا في مشوار الرجل راه باغيني الرجل راه باغيني هو بيدو لا يساريني وانا غشي ما لا يوريني ياك ماشي مشكك متغير ما يقول لك شي وما يضربك شي انتينا الري تحكم عليه باش ما بغيتي ويسيق لك ويجفف لك مشي الخطرو احتكو تانا تعطيها قتلة مشي للسينما انا الرجل عندي نية الرجل عندي نية هو بيدو مشبر فيا ويساريني بكل عشية ياك ماشي مشكك لا لا مشي مغير لا لا ما يقول لك شي لا لا وما يضربك شي لا لا انتينا الري حكمنا عليه يسيق لك ويجفف لك مشي الخطرو حويلي وحدي وحشوم عليه تمشي للسينما.